اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا النهارده ديكورات مطابخ مودرن لمده 2024، شيك جدا وعمليه قوي. عندنا مطابخ مفتوحه على الريسبشن ومطابخ مقفوله، كلها بتصاميم جديده جدا مش هتشوفوها في اي موقع تاني، موجود بس عندنا. مطابخ شيك من احدث المطابخ الموديلات العالميه مده 2024. هنشوف مطابخ بألوان مختلفة، هنشوف الأسود والرمادي، هنشوف الزيتي، هنشوف الأبيض، كل الألوان موجودة في الفيديو. هقدم لكم مجموعة فيديوهات، ده الأسود في الجولد حلو قوي، ده تصميم مطبخ. وشوفوا كمان الموديل اللي هو المطابخ المفتوحة الإزاز دي لعرض الحاجات بأدوات المطبخ، حلو قوي. ده طبعا مطبخ مفتوح على الريسبشن للناس اللي مبتحبش المطابخ المقفولة. اللون الأسود برضو طالع موضة 2024، ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني في تصميم المطبخ ده. بصوا شيك جدا وجميل قوي، هتشوفوا النهارده افكار جديده جدا للمطابخ. اللون الابيض في الاسود في الجولد شيك حلو قوي. طبعا عشان مفتوح الريسبشن اخد من نفس درجات ديكورات الريسبشن بره. ده شكل المطبخ بالكامل. تعالوا نشوف المطبخ اللي بعده، ده برضو من المطبخ الحلو قوي عجبتني، خصوصا اللون الخشبي ده مع اللون الرمادي شيك قوي وحلو قوي، من الالوان الجديده لموضه 2024. كمان الديزاين جميل جدا بصراحه، انا بحب درجات البني جدا في المطابخ، بس هم عاملينها هنا كمان مع اللون الرمادي عاطين شكل حلو قوي. شوفوا السيراميك من ورا كمان لونه اسود في الذهبي شيك جدا. ده تصميم تاني مختلف خالص على الثلاث تصميمات اللي شفناها. كمان المطبخ هيبقى مفتوح ويتعمل ركن كده للتحف، عطي شكل حلو. بصوا تربيزة حلوة جدا وشكلها برضو جديد، لون اسود في رمادي في اللون الخشبي ده حلو قوي. تعالوا نشوف المطبخ اللي بعده، ده لون رمادي برضو بس تصميم تاني مختلف خالص. كمان مستغلين كل حاجة في كل مساحة عاملينها بتصميم جديد، من أشيك التصميمات المطابخ اللي شفتها. هسيبكم تفرجوا معايا على بقية المطابخ، متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس.